هل تم الاستقرار على خطة إعداد منتخبنا لمونديال العالم بتركيا؟ موجودة، أنا جاهز، جاهز إداريا وفنيا بفضل الله. طبعا طبيعي جدا إن أنا حاطط أيامي، واخد بالك، وحاطط نظامي، وحاطط مبارياتي، وحاطط تدريباتي عدد الوحدات التدريبية، وحاطط ماتشاتي، كل ده موجود عندك أهو. أنا سلمت تعاد الكورة. المباراة اللي طلب كابتن ربيع إقامتها خلال فترة الإعداد لمونديال تركيا، ما أنا قلت أنا كاتب 11 مباراة، الثلاث قرارات اللي هنقابلهم باذن الله تعالى مهمين جدا، وحاطط مواعيد، مواعيد المباريات بدايه من 5/5 ان شاء الله المباراه لحد قبل 18/6 قبل اول مباراه، عشان حاطط 6 ايام اشتغل فيهم شغلي التجهيزي بالنسبه لمباراه تشيلي باذن الله تعالى. انجلترا كيف ترى مواجهه هذه الفرق؟ صعبه، مش سهله طبعا. احنا قلنا، انا قلت النهارده، بص انجلترا فيها عدد كبير جدا بيلعب دوري ممتاز ومحقق نتائج عاليه جدا، في العراق فيهم 8 بيلعبوا مع الفريق الاول المنتخب محقق نتائج، ما اتغلبتش ولا مباراه، كسبت كوريا، كسبت اليابان، كسبت الصين، فرقه تشيلي طلعت فرق واسماء كبيره جدا. صراحه تتوقع معاونه الاجهزه الفنيه لانديه انبي والزمالك والاهلي والاسماعيلي بشان ضم لاعبهم خلال فتره المعسكر؟ لان انا هم متعاونين، ناس كويسه جدا، ايطالي العاشر في انبي مدرب كويس ومتعاون جدا، كسيد عبد الحفيظ وحسام البدري متعاونين جدا، صبري مناوي بيتعاون جدا جدا، باقي الانديه كلهم معلش، يمكن دجله، منصوره، الزمالك متعاون، كل الناس بفضل الله تعالى متعاونه معايا، وانا متاكد لما اقعد ونتفاهم ونتشاور، لان هم اولاد مصر، هم ناس محترمه بيحبوا الوطن، فان شاء الله هنمشي في اتجاه الوطن اللي بنخاف عليه ونحبه ونقدره، والانديه باذن الله تعالى. هل تحدثت معك مجلس اداره الاتحاد بشان تجديد تعاقدك مع المنتخب الوطني للشباب؟ طبعا، ما كلموني من اول اسبوع، خلاص انا هيعملوا لي عقد، واقول العقد لحد الاولمبياد بتنتهي، خلاص مش مشاكل خالص. بصراحه هل انتهت ازمه المكافآت الماليه؟ هي لا، ما فيش ازمه، هم حددوا المبالغ اللي انا قلت اللي هم قالوها واعلنوها، بس ليه وجهه نظر في الجانب التنظيمي بالنسبه للتوزيع بس. فبحاول اعمل جانب تنظيمي فيه امانه وفيه عدل، انا احب العدل جدا جدا، وهم ناس طبعا اكيد هيتعاونوا، هم الناس برضو بيعملوا العدل برضو عشان ما يعني حد يفتكر، لكن حته فنيه لما اقعد معاهم بامر الله تعالى وننظمها، واكيد هم هيسمعوا لي كويس، وهنمشي في اتجاه العدل، ثم نكسب فرقه باذن الله تعالى يبقى عندها الطموح والاراده في الماتشات الجايه والبطوله اللي جايه عشان تحفزهم. يعني استمر حتى دوره الالعاب الاولمبيه بالبرازيل، ام لو تم عرض جد من احد انديه الدوري الممتاز بشان تولي الكابتن ربيع ياسين تدريب احد فرق الدوري الممتاز الموسم القادم؟ لا، هو بدل اديت كلمه لوطني لمنتخبي، لو تعرض عليا ملايين الدنيا لا ممكن اسيبها، لان ده وطن ولازم اكون عند كلمتي، وانا دايما بتعامل بالكلمه باذن الله تعالى، وخلص مهمتنا الوطنيه، والله انا ما بستعمل بعد كده.